لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطورت ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في الوحدة الثانية الدرس الأول، وهو طبقات الغلاة الجوي. طبعا في عندي حاجة اسمها الضغط الجوي. قبل ما نتكلم عن الضغط الجوي هنلاحظ إن الكرة الأرضية تحاط بغلاف غازي يعرف باسم الغلاف الجوي. بيؤثر الغلاف ده بقوة تسمى الضغط الجوي، دي قوة الوزن بتاعه. بيبقى عند الغلاف الجوي غلاف غازي يدور حول يدور مع الأرض حول محورها، وبيمتد بارتفاع 1000 كيلومتر فوق سطح الإيه؟ فوق سطح البحر. فأنا عندي الغلاف الجوي غلاف غازي يدور مع الأرض حول محورها ويمتد بارتفاع 1000 كيلومتر فوق سطح البحر. طبعا الغلاف الجوي ده موجود بسبب الجاذبية الأرضية. طب نيجي للضغط الجوي، هو وزن عمود من الهواء، وزن عمود من الهواء مساحة مقطعه، مساحة مقطعه يعني السمك بتاعه يعني تخن يعني واحدة المساحات اللي هي 1 متر مربع، وطوله ارتفاع الغلاف الجوي، وطوله ارتفاع الغلاف الجوي اللي هو 1000. قال لك يقدر الضغط الجوي بوحدة اسمها البار، الوحدة بتاعته اسمها ايه؟ البار، وهي تعادل 1000 ملي، تعادل 1000 ملي. يختلف الضغط الجوي من منطقة لأخرى على سطح الأرض، فبالتالي في مناطق مرتفعة يبقى عندها الضغط منخفض، ومناطق منخفضة فيها الضغط مرتفع، يبقى الارتفاع عكس الضغط. فهنا بنخدم الوسط ما بينهم، ما بين المرتفعات وما بين المنخفضات، فبنقولهم الضغط عند مستوى سطح البحر، فبيسمى الضغط الجوي المعتدل. انا عندي في مرتفعات اهو، في مستوى سطح البحر، وفي منخفضات. الضغط اللي موجود عند قمه الجبل منخفض، وعند البئر مرتفع، وفي النص ما بينهم متوسط اللي هو مستوى سطح البحر، فبنسميه الضغط الجوي المعتاد. يبقى الضغط الجوي المعتاد بيساوي قد ايه؟ قال لك 1013 و25 من 100 ملي بار، يعني حوالي بار، بار وشويه، لان البار 1000 ملي. يبقى إذن الضغط الجوي المعتاد هو الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر. هنعمل نشاط يوضح اختلاف الضغط الجوي باختلاف الارتفاع عن سطح البحر. هنجيبهم 4 كتب كبيرة. ال4 كتب دول هحط بينهم 3 قطع من الصلصال مختلفة في اللون، أحمر وأزرق وأصفر، و6 رقائق من البلاستيك، ورق بلاستيك كده أو يعني كبلاستيك عشان ما توسخش الكتب. خلاص؟ وبعد كده نكون 3 كرات متماثلة من الصلصال شبه بعض، ونضع كرات الصلصال بين رقائق البلاستيك وبين الكتب زي ما احنا شايفين. الملاحظة إن احنا هنلاحظ إن بيتغير شكل كل كرة من كرات الصلصال. هنلاقي إن ديت التأثير عليها قليل، ديت أكبر شوية، أكتر واحدة مبططة فيهم هي اللي تحت. يبقى اللي فوق التأثير عليها طفيف، اللي تحت التأثير عليها كبير جدا. إذا كلما ازداد وزن الكتب اللي هو الضغط يعني نتيجة لزيادة الارتفاع أو لزيادة عددها، بيزيد التغيير الحادث في قطعة الصلصال. عليكم السلام يا آلاء. سنة تانية يا آلاء. طيب يا آلاء بعد كده ادخلي بدري شوية، كده عدى ربع ساعة من الحصة، الحصة كلها نص ساعة. كلي قبل 9. خلاص؟ قبل 9 بإذن الله. مع العموم ما خدناش كتير، احنا خدنا ان احنا عندنا في حاجة اسمها الغلاف الجوي، وده غلاف بيدور حوالين الأرض ارتفاعه 1000 كيلو، الوزن بتاعه اسمه الضغط الجوي، وهو وزن عمود من الهواء مساحة مقطعه وحدة المساحات اللي هو 1 متر مربع، يعني زي الماسورة كده، مساحة مقطعها 1 متر مربع، والطول ارتفاع الغلاف الجوي. الضغط الجوي ده بيقاس بوحدة اسمها البار، وبتعادل 1000 ملي بار. والضغط الجوي المعتاد اللي هو الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر بيساوي 1013 و25 من 100 ملي بار. خلوا بالكم الرقم ده بيتحفظ. الرقم ده بيتحفظ. طيب لو جينا قلنا علل
يقل الضغط الجوي بالارتفاع عن مستوى سطح البحر هنقوله نقص عمود الهواء، نقص طول عمود الهواء او وزن عمود الهواء. طب الضغط الجوي في قاع البئر اكبر من فوق قمة الجبل هنقوله لزيادة طول عمود الهواء. يعني انا بص كده، لو انا حطيت عمود بالشكل ده ونفس العمود اهو ونفس العمود اهو، انا فيهم اللي عمود اكبر، هنلاقي ان ده هو اللي اكبر، يبقى وزن عمود من الهواء اهو عند البئر هيبقى ايه؟ اكبر، يبقى لزيادة وزن عمود الهواء. تمام؟ طب علل الاختلاف الضغط الجوي من منطقة لاخرى على سطح الارض، هنقول الاختلاف طول عمود الهواء لان في مناطق مرتفعة طبعا ومناطق لحد كده. في مشكلة قبل ما ابدا اكمل حاجة تانية يا جنتي؟ هنقول دلوقتي حاضر، بس خلينا في اللي احنا فيه. لحد كده في مشكلة؟ طيب جنة، طبعا في ملحوظة هنا بتقول لك ان 50% من كتلة الهواء الجوي بتوجد حتى ارتفاع 3 كيلو. انا عندي لحد 3 كيلو، ال 3 كيلو الارتفاع دولت فيهم 50%، يعني فيهم نص في المية، نص يعني 50% يعني نص كتلة الهواء. طب والحد 16 كيلو، حد 16 كيلو قال لك 90%، يبقى من اول 3 لحد 16 فيهم كام؟ هيبقى فيهم 40%. طب ازاي يا مستر؟ ما انا عندي لحد 16 الاول خالص لحد 16 فيهم 90%، في من ضمنهم 50% لحد 3 كيلو، يبقى لحد 3 كيلو 50%، ومن اول الارض لحد 16 فيهم 90%، يبقى من اول 3 لحد 16 بس 40%. فاهمين ولا اقول تاني؟ يبقى لحد 3 كيلو ارتفاع 3 كيلو في 50% من كتله الهواء الجوي. نعلى فوق شويه من اول برضه الارض لحد 16 كيلو يبقى في 90% من كتله الغلاف الجوي. يبقى اذا من اول 3 لحد 16 هنطرح ال 50 من ال 90، يبقى الحبه دولت ب 40%. اعيدها تاني. طيب جميل. قال لك الضغط الجوي وكثافه الهواء هما الاثنين بيقلان بالارتفاع لاعلى، فانا لو بصيت للجبل، ايه ده؟ اللي هو سفح الجبل ودي اللي هو قمه الجبل. عايزين الضغط الجوي وكثافه الهواء. عند النقطه دي هيبقى الضغط الجوي فيها اقل وكثافه الهواء اقل، لانه بيقل بالارتفاع لاعلى. وايه؟ كثافه الهواء اكبر وضغط الهواء اكبر. نيجي للضغط الجوي داخل جسم الانسان. انا عندي فيه نوعين من انواع الضغط، ضغط داخلي جسم الانسان والضغط الجوي. في الوضع الطبيعي هما الاثنين متساويين، لكن انا لما برتفع لاعلى الضغط الجوي بيقل، فيصبح تاثير الضغط الداخلي اكبر، يؤثر على طبله الاذن مما يسبب شعور بعدم الارتياح. طب لو انا نزلت الاعماق بحر يزيد الضغط الجوي، فلما يزيد الضغط الجوي يبقى ازيد من الضغط الداخلي، يبقى الضغط الخارجي هيبقى اكبر، فطبله الاذن برضه تشعر بعدم الارتياح. يبقى انا لو ارتفعت الاعلى الضغط الجوي اعلى من الضغط الداخلي، الضغط الداخلي اسف اعلى من الضغط الجوي، لان الضغط الجوي بيقل. لو نزلت الاسفل الضغط الجوي هو اللي بيزيد عن الضغط الداخلي، فبرضه اشعر بعدم الارتياح. يبقى في كلتا الحالتين بشعر بعدم الارتياح، سواء في المرتفعات او في المنخفضات. واضحه؟ طيب تمام. اه يا الاء، اه محمد، اه يا محمد قال اوكي والاء تمام. جنتي غايات، تعرف اسمي فيه، ما تقولي اسمك على طول اسهل. غير الخط بتاعك كبريه شويه. ماشي يا محمد. طب نيجي لقياس الضغط الجوي. احنا خدنا قبل كده في الابتدائي ان الضغط الجوي بيقاس بحاجه اسمها البارومتر. فهنا الضغط الجوي بيقاس بالبارومترات. في نوعين من انواع البارومترات علينا السنه دي مهمين جدا. قال لك حاجه اسمها الانيرويد وحاجه اسمها الالتيميت. الانيرويد ده بيحدد طقس اليوم المحتمل بمعلومات الضغط الجوي. يبقى انا بحدد الطقس بمعلومات الضغط الجوي. فلو بصينا له كده، لو كبرنا الصورة شوية، هنلاقي إن هو بص كده تورمي يعني عاصف، رين يعني ممطر، شينج يعني متغير، فير يعني عادي، دري أو دراي يعني جاف. فده جهاز الأنيرويد بيحدد الجو بمعلومات الضغط الجوي.
الطقس بيحدده عن طريق الضغط الجوي. طب الالتيميتر، قال لك الالتيميتر ده من اهم الاجهزه الموجوده في كابينه قياده الطائره، لانه بيحدد الارتفاع بمعلوميه الضغط الجوي. طب ازاي بيحدد الارتفاع بمعلوميه الضغط الجوي؟ ان كل ما ارتفعنا لاعلى كل الضغط الجوي ما يقل، فلو الضغط الجوي قليل يبقى احنا على ارتفاع عالي، ضغط الجوي عالي يبقى احنا على ارتفاع منخفض. حلل يعد الالتيميتر من الاجهزه الرئيسيه في كابينه قياده الطائره، هنقول لانه بيحدد ارتفاع الطائره بمعلوميه الضغط الايه؟ الجوي. طيب انا عندي في علاقه بين الضغط الجوي وبين درجه الحراره. قال لك الضغط الجوي اكبر ضغط جوي تم تسجيله كان سنه 1968 في سيبيريا. يبقى اكبر ضغط في ابرد مكان يعني اقل درجه حراره، واصغر ضغط هيبقى اعلى درجه حراره. كان اكبر ضغط ده كام؟ كان 1080 ملي بار. يعني اعلى ضغط ما بيزيدش كتير قوي، ما بيبقاش 2000 ولا 3000، لا 1080 ملي بار في سيبيريا. سيبيريا دي منطقه في شمال روسيا شديده البروده. طب اصغر ضغط جوي قال لك كان في سنه 1979 في عين الاعصار الاستوائي تايفون، وكانت 870 ملي بار. طيب نيجي لخرائط الضغط الجوي. قال لك خرائط الضغط الجوي دي بيحصل فيها توصيل لنقاط الضغط المتساويه فيما يعرف باسم الايزوبار. يبقى الايزوبار هي الخطوط المنحنيه التي تصل بين نقاط الضغط المتساوي في خرائط الضغط الجوي. وبنلاحظ فيها ان في مناطق مكتوب عليها اتش ومناطق مكتوب عليها ال. اتش يعني هاي يعني ضغط مرتفع، وال يعني لو يعني ضغط منخفض. فالرياح بتنتقل من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض. يبقى اذا اهميتها تحديد مناطق الضغط الجوي المختلفه، وبالتالي بنحدد اتجاه الرياح من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض. طبعا ضغط مرتفع يبقى درجه حراره منخفضه، والضغط منخفض يعني درجه حراره مرتفعه عكس بعض. طب علل هبوب الرياح من منطقه لاخرى على سطح الارض لاختلاف مناطق الضغط الجوي، حيث تهب الرياح من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض. هنا في نقطه مهمه جدا، قال لك السنه اللي فاتت ماذا يحدث اذا لم يكن هناك اختلاف في الضغط الجوي على سطح الارض؟ مين يجاوب؟ لو ما كانش فيه اختلاف في الضغط الجوي على سطح الارض ماذا يحدث؟ حد يجاوب يلا. ما الظاهر بكلم نفسي. برافو يا الاء، برافو. لن يحدث هبوب للرياح، ما فيش رياح هتهب لان كلها زي بعضها. يبقى انا بيحصل اختلاف في الضغط الجوي ينتج عنه مناطق ضغط مرتفع ومناطق ضغط منخفض، تنتقل الرياح من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض. طيب قال لك من المناطق السكنيه المرتفعه عن سطح البحر في مصر هضبه الهرم، هضبه المقطم، هضبه شبه جزيره سيناء. هضبه المقطم دي اللي هي كانت فيها غبي منه فيه، دي الناس كلها بتحب تقعد عند المقطم لان بيبقى درجه الحراره منخفضه في الصيف، لان كل ما ارتفعنا الاعلى كل ما قلت درجه الحراره. قال لك ومن المناطق السكنيه منخفضه واحد سيوه ومنخفض القسطره ووادي النطرون. وادي النطرون اللي هو غرق حوالي اسبوعين ده خلاص. طيب طبعا لان واطي منخفض عن باقي الاماكن، الامطار كلها انصبت. نيجي بقى لطبقات الغلاف الجوي. قال لك طبقات الغلاف الجوي اربع طبقات، تروبوسفير، ستراتوسفير، ميزوسفير، ثرموسفير. ركز بقى معايا. هناخد أول طبقة اللي هي التروبوسفير. قال لك وهي الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي وأقربها إلى سطح الأرض. معناها الطبقة المضطربة، لأن كلمة تروبو يعني مضطرب وسفير يعني طبقة. الطبقة المضطربة. فمستر هي ليه طبقة مضطربة؟ هنعرف كده. قال لك علل يطلق على الطبقة الأولى اسم التروبوسفير، هنقول لأنها طبقة مضطربة تحدث بها معظم التقلبات الجوية. طب برضه ليه بتحدث بها معظم التقلبات الجوية؟ لأنها بتحتوي على 75% من كتلة الغلاف الجوي. طيب لو أنا جيت للسمك بقى، قال لك سمكها حوالي 13 كيلو، لأنها فوق القطبين 8 كيلو وفوق خط الاستواء 18. فأنا لو جمعت ال 8 زائد 18 هيدونا 26، نجيبوا المتوسط ما بينهم هما الاثنين يدينا 13.
يبقى من سطح البحر لحد التروبوبوز، التروبوبوز ده اللي هو نهايه طبقه التروبوسفير بسمك 13 كيلو. طب نيجي لتركيبها، قال لك بتحتوي على 75% من كتله الغلاف الجوي، لذا تحدث بها كافه الظواهر الجويه كالامطار والرياح والسحب، وبها 99% من بخار ماء الهواء الجوي، لذا تعتبر هي المسؤوله عن تنظيم درجه حراره السطح. ب 75% من كتله الغلاف الجوي، عشان كده بيحدث بها كافه الظواهر الجويه زي الامطار والرياح والسحب، و 99% من بخار ماء الهواء، فهي المسؤوله عن تنظيم درجه حراره سطح الارض. هو بخار الماء ان يحافظ على درجه حراره الارض ازاي؟ زي كده الغطاء اللي احنا بنتغطى بيه بالشتاء، احنا بنتغطى بيه مش عشان يدفينا، لا ده عشان يحافظ على درجه حراره جسمنا. خلاص؟ طيب قال لك علل تقع جميع الظواهر الجويه في التروبوسفير، هنقول له احتوائها على 75% من كتله الغلاف الجوي. علل تقع مسؤوليه تنظيم درجة حرارة سطح الأرض على التروبوسفير، أنه الاحتواء على 99% بخار الماء بتاع الهواء. طب إيه الفرق بين الطقس والمناخ؟ قال لك الطقس حالة الجو في فترة زمنية قصيرة، والمناخ حالة الجو في فترة زمنية طويلة. يبقى قاف مع قاف، طقس قصير، مناخ طويل. فالطقس حالة الجو لفترة قصيرة، والمناخ حالة الجو لفترة طويلة. فالطقس حالة الجو في مكان ما لفترة قصيرة، والمناخ حالة الجو في مكان ما فترة طويلة. نيجي بعد كده للضغط الجوي. قال لك الضغط الجوي بيقل بالارتفاع لأعلى حتى يصل إلى 100 مللي بار. طبعا 100 مللي بار لو احنا قسمناها على 1013.25% اللي هو الضغط الجوي المعتاد، هتبقى حوالي 1/10 من الضغط الجوي المعتاد. لأن 100 على 1000 تعمل 1/10، فهنا بتساوي حوالي 100 مللي بار، يعني 1/10 من قيمة الضغط الجوي المعتاد تقريبا. نيجي لحركة الهواء، قال لك حركة الهواء فيها بتتم بشكل رأسي، حيث تتصاعد التيارات الهوائية الساخنة الأعلى، وتهبط محلها التيارات الهوائية الباردة الأسفل. فلو قلنا على حركة الهواء في التروبوسفير تتم بشكل رأسي، هتقول بسبب صعود التيارات الهواء الساخنة الأعلى لأن كثافتها تبقى أقل، وهبوط تيارات الهواء الباردة لأسفل لأن كثافتها بتبقى أقل. نيجي بقى لدرجة الحرارة فيها، وده أهم جزء في الموضوع. قال لك بتنخفض درجة الحرارة في التروبوسفير بالارتفاع لأعلى بمعدل 6.5 درجة مئوية لكل 1 كيلو متر، حتى تصل الى سالب 60 عند التروبوبوز عند نهايته. فلو قلنا علل تغطي السلوك قمم جبال الهيمالايا، او علل درجه الحراره في نهايه التروبوسفير سالب 60، هتقول لان درجه الحراره بتنخفض بمعدل 6.5 كلما اقتربنا لاعلى 1. يا مستر انا بعمل الموضوع ده ازاي؟ انت اول حاجه لازم لو انت عندك بالمتر تحول لكيلو، وكل كيلو عندك ب6.5 درجه، وكل 6.5 يعملوا كيلو. يعني يا مستر يعني المسائل دي يا اما بيطلب منك ان انت تحدد له الارتفاع، يا اما بيطلب منك انك تحدد له درجه، والدرجه ديت يا اما بيطلبها عند القمه فبتطرح، يا اما بيطلبها عند السفح فبتكمل. انا عندي ازاي تحول من درجات لكيلو، كل 6.5 تقسم على 6.5 يديك عدد الكيلوات كم كيلو. طب لو انت عندك كيلوات، عندك ارتفاع بالكيلومتر، الارتفاع اللي بالكيلومتر يتحول لدرجات بانك تضرب في 6.5. الناس فاهمه ولا اقول تاني؟ تمام يا محمود، مفيش الا محمود اللي بيجاوب معايا. تمام يا قلم، ماشي خلاص يا جماعه. طيب انا هعمل ايه بقى؟ بصوا كده معايا، لو جه قال لك احسب درجة الحرارة عند أعلى مرتفعات جبال إفرست التي ترتفع على سطح الأرض بمقدار 8882 متر، إذا كانت درجة الحرارة عند سفح الجبل 20، طبعًا هنا أنت هترسم، كاتب لي تحت هنا 20، يبقى أنا هنا 20 وفوق أنا مش عارف كام، والارتفاع يقول لك الارتفاع ده ب 8862، طبعًا هقسم ال 8862 على 1000
هيدوني 8 كيلو 8 من 10، يبقى الارتفاع ده 8 و8 من 10 كيلو. هعمل ايه؟ هديلك بمثل واضح عشان تعرف تحل الحكايه دي. هتيجي لو انا جيت قلت لك كيلو اللحمه ب 100 جنيه، فلو باباك معاه 500 جنيه هيجيب كام كيلو لحمه؟ ولا واحد بيرد يا جماعه؟ خمسه، يبقى 5 كيلو لحمه. طيب لو انت لقيت باباك داخل البيت وجاب 2 كيلو لحمه، يبقى هو صرف قد ايه؟ يبقى هو صرف 200 جنيه، لان الكيلو بكام؟ الكيلو ب 100 جنيه. نفس الكلام هنا، انا عندي الكيلو ب 6.5، يبقى لو انا ارتفعت 2 كيلو يعملوا 13 درجه. طب لو انا ارتفعت 13 ارتفعت 26 درجه، يبقى انا ارتفعت 4 كيلو. يبقى اذا يا جماعه انا جبت الارتفاع بالكيلو اهو، خليته ب 8.8، اجي ضارب ال 8.8 ده ب 6.5، يعملوا لي درجات 57.6 درجه. طب انا هنا عندي الدرجه ب 20، هطرح ولا هجمع؟ انا بطلع لاعلى طبعا، هطرح حاجه قايل 20، اللي هو مديان 20.6 دي ناقص 57.6 هتديني سالب 37 درجه. طبعا هنا تعدت المثال، يقول لك وهل يتكون ثلج ام لا؟ طبعا لو قال لك هل يتكون ثلج ام لا، هتقول له طبعا يتكون ثلج، خلاص. طب قال لك احسب درجه الحراره عند سفح الجبل، انا عايز درجه الحراره عند السفح بقى ارتفاع 3 كيلو ودرجه الحراره عند القمه 5.10. يلا حلوا المساله دي انتوا، يلا بسرعه. هنعمل ايه يا جماعه؟ انا عندي 3 كيلو، هنعمله ايه بقى؟ بسرعه بس يلا، نبدا اول ثالث، قلنا مفيش حد ثالث اصلا ده. تمام، اول حاجه اضرب الثلاثه ب 6.5. تمام يا الاء، تمام يا جنات، يبقى 3 في 6.5، يبقى هنضرب 3 في 6.5 هيطلعوا بكام؟ 3 في 6.5 هيدينا 19 وايه؟ ونص. فهتضرب 3 في 6.5 هتديك 19.5، 3 في 6.5 يساوي كام؟ 19.5. طيب 19.5 درجة دول، قال لك أنا عندي عند القمة 5.5 وعايز عند السفح هنا، ما دام أنا بنزل هجمع ولا هطرح؟ أجمع طبعا، يبقى حوالي 19.5 زائد 5.5، 19.5 زائد 5.5 هيساوي 5، هيساوي 5 وإيه؟ كويس، خلاص يا جماعة؟ صعبة؟ أنا هضرب 3 في 6.5 زائد 19.5، بعد كده أجمع 19.5 زائد 5.5 تديني 25. طيب ناخد آخر مسألة، قال لك احسب ارتفاع المبنى إذا كانت درجة الحرارة عند الدائرة 3 درجات، هنا 3 درجة، ودرجة الحرارة عند سطح البحر 19 وإيه؟ ونص، 19 وربع أقصد. طبعا هنقول هنا الانخفاض، طبعا أنا عندي المبنى ما نعرفوش هو بكام الارتفاع بتاعه، بس أنا هشوف الأول الانخفاض في درجة الحرارة، إن أنا أشوف ال 2 كيلو دول يعملوا كام؟ ال 2 كيلو هيعملوا 13 درجة، 13 إيه؟ درجة. بعد كده أجمع ال 13 زائد 3 ثم فوق دول، فأنا عندي هنا درجة الحرارة بكام؟ 16. وبعد ما أجيب درجة الحرارة ب 16 أجيب الفرق بين ال 16 وبين ال 19 و 25 من 100، يطلعوا لي الارتفاع بتاع المبنى. فأنا هنا درجة الحرارة هنا ب 3، وهنا عندي بين الطيارة وبين المبنى 2 كيلو، ال 2 كيلو لو أنا حولتهم لدرجات يعملوا 13 درجة. يبقى 3 زائد 13 يعملوا 16 درجة. ال 16 درجة دول عند قمة الإيه؟ المبنى. و 19 وربع عند الأرض. يبقى يدوني 3 درجات وإيه؟ 3 درجات وربع برضه، 25%. فثلاث درجات وربع. أجي قايل 3 درجات وربع دول نقسمهم على 6.5 يدوني نص كيلو، 5 من 10 يعني حوالي 500 كيلو، أو مش حوالي، هم 500 كيلو.
بس المسألة دي فيها لفة شوية، إن أنا ما جبتلكش درجتين وطرحت منهم اللي هو 3.19 و2.10، لأ. وممكن أنت تحلها بطريقة تانية، إنك تجيب الفرق بين الثلاثة وبين التسعتاشر وربع. جيب كده الفرق بين الثلاثة والتسعتاشر وربع، أدي 19.25 ناقص 3 زائد أقصد 3 يعمل إيه؟ يبقى كام؟ 22.25 على 6.5. بصوا كده، يبقى أنا ممكن أجيب الثلاث درجات هنا وأشوف الاتنين كيلو يعملوا كام؟ يعملوا 13 درجة، وأجمعهم يعملوا لي 16 هما الاتنين. أطرح لي ال 16 ناقص 19.5 اللي هي ديت، أطرحها من ال 16 تديني 3.25، أقسمها على 6.5 تديني نص كيلو، يعني 500 متر. ممكن أعملها بطريقة تانية خالص. ممكن أجي جايب التلاتة دي، تلاتة اللي هي عند الطائرة تلات درجات، أطرحها من 19.25. يبقى أنا لو طلعت 19.25 ناقص التلاتة هتديني 16.25، صح كده؟ 16.25 دولت يا جماعة، 16.25 دول نقسمهم على 6.5، نقسمهم على 6.5 هيدوني 2.5، يبقى 2.5 كيلو. أشيل منهم الاتنين كيلو اللي فوق دول، يبقى إذا المبنى ده ابنه. صعبة يا شباب؟ اتفهمت كده؟ يبقى أنا ممكن أعمل طريقتين، ممكن إن أنا أشوف الاتنين كيلو دول بيعملوا كام؟ الاتنين كيلو هيعملوا 13 درجة، وفوق 3 يبقوا يعملوا 16، 16 أطرحهم من 19.25 يدوني 3.25، أقسمهم على 6.5 يدوني نص. ممكن اعملهم بطريقه تانية خالص، اجيب الدرجه اللي فوق خالص عند الطياره 3 اطرحها من 19.5 هتديني 16.5، ال 16.5 اقسمهم على 6 هيدوني 2.5، اشيل منهم ال 2 كيلو اللي فوق يبقى المبنى ده بنص. تمام كده؟ قال لك عند قياس درجه الحراره فوق سطح قارب يطفو فوق سطح البحر وجد انها 22.75 درجه، وعندما قست في نفس الوقت من طائرة وجد انها 13، احسب ارتفاع الطائرة. طبعا هنطرح الاثنين من بعض، القارب موجود على الارض والهليكوبتر فوق، هنطرحه 22.75 ناقص 13 تديني 9.75 درجة، يعملوا كام التسع درجات و75؟ هنقسمهم على 6.5 تديني 1.5 كيلو، تديني 1.5 ايه؟ طيب إذا كانت درجة الحرارة عند النقطة س اللي بتقع في طبقة التروبوسفير 7 درجات، احسب درجة الحرارة عند النقطة ص اللي بتقع أسفلها، يبقى أنا عندي س أهي ب7 درجات، نقطة ص أسفلها ب 2400 متر عايز درجة الحرارة عندها، وفي دي نقطة ص والنقطة ع فوقيها بمقدار كيلو ونص. عملها بسيطة خالص، انت 2400 دولت هتحولهم لي من متر الكيلومتر، بانك تقسمهم لي على 1000 هيطلعوا ب 2.4 كيلو، قايل 2.4 في 6.5 يعملوا 15 درجة و6 من 10. حاجة جامع، لأن صاد أسفل فيه. بعدها يعملهم وبعد كده هتديني 22.6 من 10. طب أنا لفوق الكيلو ونص يعمل كام؟ الكيلو ونص يعمل 9 درجات و75 من 100. هو هنا 7، هطرح ولا هجمع؟ هطرح لأن بصعد لأعلى. بحول 7 ناقص 9 و75 من 100 تديني سالب 2.75 من 100. صعب يا شباب؟ نكمل إن شاء الله الحصة الجاية من أول طبقة السترات خلاص؟ نكمل بإذن الله الحصة الجاية من أول طبقة السترات.